وحتى الوقت تجاوزنا هذه الأمور الفنية، ولكن بغيت نعرف برك رأيك التقني يعني. العودة للأمور الفنية، لأنه هذا هو الشيء اللي كنت أتكلم عنه. أنا فني، كنت أتكلم فنيا، ليس بيني وبين جمال بالماضي أي مشكلة شخصية. كان الأمر هو ناخب وطني وأنا فني جزائري، كنت أتحدث عن مشاكل ستحدث وحدثت بالفعل. أنا كنت أتحدث في السابق، يعني كان أوهمونا الصحفيين وبعض النقاد ولا أوهمونا أنه جمال بالماضي قاعد يجدد في الفريق وقاعد يجيب في لاعبين من المحليين ولاعبين آخرين من برا، وكان يعني مزيج بين هذا اللاعبين. وشفنا المباريات الودية اللي كانت في ظرف 16 شهر أو 17 شهر، كل هذه المباريات الودية لم نثبت على تشكيلة ثابتة، لم نثبت. أنا عندما شفت هذا الشيء هذا كنت أعلم أنه لن يجد تشكيلة ولن يجد التوليفة الصحيحة، لأنه ما عندوش مشروع فني جابه للمنتخب باش يطور منتخب هذا. وللأسف الشديد كنت أعلم أنه سيأتي لكأس إفريقيا وسيستدعي كل اللاعبين اللي كانوا معاه في كأس إفريقيا 2019، لأنه هو ما زال يحلم بال 2019 وما زال جالس في عقلية 2019، لم يتطور أبداً. وبالتالي هذا هو الشيء اللي خلاني نقول انه رايحين نروحوا لكاس افريقيا الجايه، وبعد 6 شهور كلموني اننا سنخرج من الدور الاول. انا قلتها بكل صراحه، لانني الامور الفنيه اللي كنت اشوفها والمباريات الوديه والتصرفات وكل هذيك الاشياء، اين هم هذوك الشباب اللي كان يقحم فيهم رويدا اين هم؟ نحن شفنا 8 لاعبين لعبوا في كاس افريقيا 2019. يعني بلايلي مثلا، على غرار ناخذ مثال، يعني بلايلي هذا مبعود من المنتخب الوطني سنة هو بعيد عن المنتخب الوطني، وليس في عز الفورمة نتاعو بلايلي، استدعي 15 يوم قبل التظاهر إلى هذا. كيف تفهم هذا؟ هو أعاد تلك المجموعة اللي أنا نسميها مجموعة الأصدقاء، بدليل أنهم يقولوا له جمال، يقولوا له حتى الكوتش. وهذه المجموعة الأصدقاء هي اللي راحت الكاس إفريقيا، وهي خيبة أمل وأمل كل الجزائريين. هذا الذي وقع سيدي. مثلا عندما شاهدت كوتش زكري البارح التشكيلة التي أحدث فيها 5 تغييرات كاملة وأدخل بعض العناصر التي لم تكن لعبت ولم يعني لعبت مع بعضها البعض أو دخلت لكأس إفريقيا لأول مرة، ماذا كان إحساسك؟ هل كنت تتوقع هذه الهزيمة؟ في الحقيقة نظرا للرجل ولمجموعته، أنا كنت أقول أنه يابد أن يكون عنيد، ويعني حتى نقولها موت واقف احنا بالعبارة نتاعنا، يعني يموت بأفكاره. لكن هو بصراحة أمس فاجأنا بأفكار أخرى، أفكار ما يقال في التواصل الاجتماعي. يعني هو دار تشكيلة الجمهور، دار تشكيلة التي كان يريدها الشعب، لكن هذه التشكيلة لم تلعب مع بعض، ليس هناك تجانس مع هذا البعض، وهذا أقحمهم، فاحترق الجميع، احترق القديم واحترق الجديد. هذا الذي وقع بالأمس. حاول في الشوط الثاني أنه يعيد تشكيلته وعيد أفكاره مرة ثانية، ولكن لم يستطيع الرجوع في هذه المباراة. وبالتالي يعني هذه التقدير من الله عز وجل، يعني الأمور ما ينفع غير الصح يا أخي الكريم.